نبقى إذن في إطار المتابعة لمخرجات القمة العربية الصينية. ينضم إلينا من القاهرة دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية. نرحب بك معنا أستاذ أسامة في هذه التغطية. طبعا أتصور أن حضرتك تابعت معنا البيان الختامي لقمة لهذه القمة العربية الصينية بالأحرى التي كنا نتابعها على الهواء مباشرة. هل تتصور أن الصين جاءت لتبحث تكوين تكتلات سياسية، أو هي ترغب فقط في تقوية العلاقات الاقتصادية، تأمين سلاسل الإمداد وغيرها من المصالح الاقتصادية المشتركة مع العرب؟ بداية تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أعتقد أن الصين جاءت لتبحث عن أهداف أكبر من مجرد بناء علاقات ثنائية. هي بالفعل تمتلك علاقات ثنائية وطيدة مع العديد من الدول العربية، هي الشريك التجاري الأول لمعظم الدول العربية، هي دولة مستهلكة للنفط العربي وللنفط من الشرق الأوسط، هي أكثر الدول استهلاكا للنفط من منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي أعتقد أنها لم تأتي لتبحث عن تعزيز علاقات ثنائية، ولكنها جاءت لتبحث عن شريك حقيقي من أجل عالم متعدد الأقطاب. الصين تنفتح بشكل واضح على العديد من المناطق في العالم، تعزز علاقتها مع أوروبا، تعزز علاقتها مع منطقة الشرق الأوسط، تعزز علاقتها في منطقة الأسيان. وبالتالي الصين تحاول أن تمهد أو تعد السبيل أمام تحولها إلى قطب عالمي، وهي تدرك تماما أن هذه المسألة تتطلب شراكات عميقة وشراكات استراتيجية مع عدد من المناطق الفاعلة في العالم. وأعتقد أن الصين تؤمن وتدرك تماما أهمية منطقة الشرق الأوسط من الناحية الجيو استراتيجية. هي تدرك تماما أنها منطقة تتحكم في العديد من المضايق، العديد من الممرات الملاحية في العالم، أكبر منتج للطاقة في العالم، لديها خامات، لديها مواد خام في العديد من الدول، مخزون بشري ضخم. وبالتالي الصين لديها تطلعات واضحة من أجل تعزيز شراكة تعيد بناء الوجود الصيني والحضور الصيني في المنطقة، وأيضا تستغل حقيقة التوتر الواضح والانسحاب الواضح من قبل الولايات المتحدة من هذه المنطقة. وبالتالي هي ترسخ وجودها كقوة عالمية، كقطب صاعد في العالم. وبالتالي أتصور أن تطلعها لإقامة علاقات عربية هي أكبر من مجرد علاقات ثنائية. يعني هل تعتقد دكتور أسامة بأن الصين تلعب الآن منفردة وتزاحم القوى الكبرى التقليدية في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ يعني لا أستطيع القول أنها تزاحم، ولكنها تحاول أن تصنع لنفسها مسارا يتواكب ويتناسب مع ما باتت تمثله على الساحة الدولية من ثقل. الصين هي واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم، هي القوى الصناعية الأولى في العالم، تستطيع من خلال إمكانياتها وقدراتها الاقتصادية أن تحول هذه العلاقات الاقتصادية إلى علاقات سياسية وإلى حضور استراتيجي في العديد من الأقاليم. الصين نفسها لا تخفي أنها تتطلع إلى عالم متعدد الأقطاب. الصين تدرك تماما أن الولايات المتحدة تحاول أن تحاصر حضورها ووجودها في العديد من المناطق، وبالتالي هي تحاول أن تخرج من هذا الحصار إلى مناطق أكثر رحابة، إلى مد شراكات أكثر موثوقية مع أوروبا، مع أمريكا اللاتينية، مع المنطقة العربية. وبالتالي الصين بالفعل لديها تطلعات، وتطلعات مشروعة بحكم ما باتت تمتلكه من قدرات اقتصادية كبيرة في العالم.